بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية في انطلاقات يوم جديد في رابع أيام السباق المحلي الأول، انطلاقات سن اللقاية وهجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. شوطنا 11 يسير بحفظ من الله تعالى ورعاية حامل لنا في طيات هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نبدأ مع هذه الأسماء المنطلقة والحاضرة في هذه الانطلاقة المميزة، بداية مع المركز الأول ذات من تفتتح النداء والإذاعة بشعار هجر أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يقدم للانطلاقة ذات مع المركز الأول. بينما المركز الثاني أرى القدوم والوصول مع المركز الثاني، هنا الوصول والقدوم. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه اللحظات نتابع هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. شعار هجر أم الزبار القادم والمنطلق مع المركز الثاني من خلال تقدم حضور لهجر أم الزبار، يضمنها ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم ووصول في هذه اللحظات من لؤلؤة القادمة بشعار هجر أم الزبار، جابر بن علي النجم من يقدم لنا لؤلؤة مع المركز الثاني في هذه اللحظات تغير. بينما رابع الأسماء وصول وتقدم من تنويه لهجر الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يقدم لنا تنويه مع المركز الرابع والمركز الخامس. أو هنا اللي قادمة في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام اللي مغطي عليها تنويه، هنا بشعار هجر أم الزبار. قدوم من القحيدية لهجر أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة، من يتابع للانطلاقة أيضا القحيدية مع المركز الخامس. ولكن شوف التسلل من الجانب الآخر، وصلت إبداع بشعار هجر أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري المحنك أيضا يقدم لنا إبداع مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة الحاضرة والمنطلقة في هذه الاندفاعة المميزة والكبيرة. هكذا إذن الأسماء الخمسة الأولى، نداء الأول الخمسة المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط. ولكن لنا عودة هناك مع البداية مع الصدارة مع المركز الأول ذات بشعار هجر أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري يتابع لنا هذه الاندفاعة المميزة من خلال تقدم ذات مع المركز الأول. بينما ثاني الأسماء لؤلؤ القادمة مع المركز الثاني بشعار هجر أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم مع المركز الثاني والمركز الثالث. إبداع من تتقدم بشعار هجر أم الزبار، عبد الله بن سلام الهاجري أيضا من يقدم لنا إبداع مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الحذرة بشعار هجن سيح السلم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا انطلاقة أيضا وحضور الحذرة مع المركز الرابع والمركز الخامس. قدوم من حضور لهجر أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة ما شاء الله. ولكن عودة هناك مع الاندفاع الكبير ما شاء الله. شوف هذا الأداء المميز مع ذات، هنا من بدأت تسير بدأت تنطلق. مشاهدينا متابعينا الكرام في الأجواء الأخيرة والنهائية، اندفاع ذاتي هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ذات لهجر أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يقدم لنا ذات، من بدأت تصنع فارق ما بينها وبين بقية الأسماء ما شاء الله. بينما المركز الثاني يتابع الحذر لهجن سيح السلم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز الثاني والمركز الثالث. القادمة إبداع لهجن أم الزبار عبد الله بن سلام الهاجري، من يتابع لنا إبداع، والمركز الرابع المنطلقة لولو بشعار هجن أم الزبار جابر بن علي النجم، وصول من شعار هجن الشحانية مع غند لهجن الشحانية جابر بن سالم بفاران الشبل من يتابعه. ولكن عودة هناك مع البداية مع المركز
المركز الأول ذات من انطلقت مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. كما تتابعون أيضا الأداء القاي والعصا في الإبطان ما شاء الله تقدم لنا هذا العرض المميز والكبير. ها هي ذات مشاهدين الكرام تعبر بالسلام أيضا لهجنا من الزبار. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام على فوز ذات. تهانينا لهجنا من الزبار والتهنية لك يا عبد الله بن سلام الهاجري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصلت الحذر لهجن سيح السلام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث كان الوصول وصلت نعم غند لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفاران. بالمركز الرابع وصلت إبداع لهجن أم الزبار يضمرها عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. والمركز الخامس كان الوصول من مثيرة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بفاران. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت ذات معلنة هذا الفوز والانتصار قاطعة المسافة 4 كيلومترات بدون أوامر إلى خط النهاية. توقيتها الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني 6:14 58 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يجنم الزبار والتهنية لعبد الله بن سلام الهاجري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من الحذرة مع المركز الثاني. إذن المركز الثاني مشاهدين الكرام وصلت الحذرة بشعار هجن سيح السلام 6:20 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن سيح السلم والتهني لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز الثالث وصلت هنا غند بشعار هجن الشحانية 6:21 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس هجن الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بفاران المري.